وقذا دي تورينا وندي نازل في لون نصوفي سوين غاري سلن ست مزاف زوران في دوس ويزدون سيدي بالعباس يميدي 90 ثين قورا ذي قيض قيض اللي يغريد وفورس وطس لدغا غاين يعني الولها ذي حملن نت ذي تمذوا بومن غاف سبان لغياف اي قلن سدو سقعد وفرس نتر هو وتزولي غين نيفردان ذاين يدي خلفن انشتاقي بومن وسحسفن طاسي مزدار ذي ويزدو يجي وانا ماشي وليد بالعباس انا براني يجي الضيف والله ما حق عليهم وجيت الولايه في الولايه اكزاكت راهي هكا نومامو ماشي هكا يا والمسؤولين وراكم السياره ما بغاش تفوت شوف راني صاحبي اللوطو راني طبع فيها حيت عمي سانسون كل عام كيما هكا كل عام العيد سكنا كل عام كيما هكا كاين دوز لابالوي يخدموا هادو كاع تاع لاسيتي المراه يجي منهم بوشيه اللي فرقه ترا في 5 ولا 10 واللي مبوشيه ها راك شوف الماء كاع راه يجي عندنا هنا كل عام يجي عندنا دوز بالورا ما هذا هادي غير فتيته ما جاش بزاف غير عاد تكلم قارع ولا راه كاين الله كاين راه كاين الله لا بلاص ها فتيته ما ها راني نعوم بها نسلك بها طريقة تسرح شوف هاد هو البوس ما يقدروش يخرجوا شوف ما نخدموش هذا غير فتيته تاع النوم وزعما تطلب كاع الليل كنت علي ما كانش اللي يروح يقرا وما كانش اللي يجي ما كانش كاع اللي يشري كاع مريض يقعد هنا ذي ثقوناثين الحزن ذو سحيس في يريم جيان ذا توشولين نمزدغ نتغيوان تنمسكيانا ذي أم البواقي دلاث مظل تنبوعة في كنزا هيك بظن لا فور بي وثتوى مظل ذي ثمقفار تنتغيوان نتغيوان تاقي وثنرحوم ثاقي تين مزي ثي قسعان 24 نسقوسن ذي العمريس ثموث غاف سبان التمس ثي كرن ذي قوس قمون توجيا محمد بوحفص دخل نتسقى انت فاث ثو سنان تو ذاين يدي خلفن الحزن أسوى التصد نولي لك وضع رشيد مقد عزي الفقيدة وأهل الفقيدة شهيدة الواجب زميلة معنا في العمل ربي يرحمها نشهدوا لها بالأخلاق نشهدوا لها بالتربية شهيدة الواجب وشهيدة العمل مرحبا بربي الحمد لله يا رب تقدم الأسرة الطبية والشبه الطبية بلدية مسكيانة مستشفى أبو حفص محمد بكامل تعازي الأسرة الطفلة كان نشهدوا لها بالكرم تاعها والأخلاق تاعها ربي يرحمها إن شاء الله يوسع عليها إن شاء الله وربي يعطي والديها ان شاء الله الصبر والسلوى ان شاء الله باسمي وباسم كافه اعضاء اسره الجمعيه الجزائريه لترقيه المواطنه وحقوق الانسان اقدم تعازي الى الفقيده التي فقدناها وهي مرابطه بمكان عملها ماذا يعني أنا نحريش لما جردن سيرفيس يتوخصن يمضني فخيخن يفردن ديضران ذي تغزين ندور ثقي عدن ونشتا سوزل 273 نفخيخن نفردن وذين يدي خلفن الموث 17 قم ذا نذو جراح 325 النظام وسبات بونش ثقي ذا مذن سوذم أجدن ونشتا فقنان دي قماض ذا كان سوزل 96 غف 100 إذ السبع بمذن إميث وقوت ذي سنور تقدرنا راس دوب وفريد ذات تزلاس وتسلك ذا عقود غن ذي ثنهار ثنسن ويفخي خناقي بوفريد ولين سوزان 12 فخي خمس وجرح 22 قمذنن ذي الموت ان اربعة من قرنيث غار دورثي عدن ما ذوك سنتل النظام ذا تسسولي رحبا ثغن نوثن لقذيش ذو سلم ذا ذي ثو فيرت سنداغي حضران وطاس نيم زيكنين ذويذ اي ديارزان وسفقنان ذا لقذيش نسن اكن ذوالين لقذيشاقي وذو الصنف ذو مك ارقدشن ذو قحريش نسن هو رحبا يجي ذغان ثلادس ولا لن نوسو فغا في سوين وقارف غار ويذ يتنذين لقذيش لدا ذي ثخبانيين لقذيشا من سيده قاث خباني ثقي هدن ولي لك خالد شوده اللي يسمح لنا يسمح لنا باش يكون التحام تاع الشباب هنايا سكي نوزا فاسيليتي لاطاش باش نعرفوا لي ريسورس اللي عندنا هنايا في بويره ومام لي كومبيتونس اللي نقدروا نزيدوهم لا سوسيتي تاعنا دونك سا انكوراج لي جون دو بوستولي n'importe quelle formation, même les postes d'emploi dans l'île des postes d'emploi intéressants, les agences de voyage, comme moi j'ai fait communication, donc c'est très intéressant pour moi et pour tous les jeunes de Bouira.
انساليس ويزدون تبتن تيمي ذي ثمنات نزانا ولاد السبع ذي ثغيوان تنزانة البيضاء ذي سفقنان دي مزدغي سرفو ذو سحيسف غفين يعني تمثال النوف دو نونذي غفاكثين نتجل ذا نغ ألالن يقفورن نوخو ذي زرين وعلى حسب أني مزدغ ناند ذاكن أو القدر نرى مخاني جلان غار ثماني خامن سن ولادي فردان سن نساق إي تعدين المال سن نغ في قضعي ونسن جلان ذا فريد سيزيك سقوسن أن خمسين أدن ولي لك سعيد حريقة سكندير سي 62 سي 62 تين سكندايا الوالد نغا عاشن دايا القرية عاشن دايا كل إمروسين ديال جمعة الأثار قال هكذا نقدا السلكاي السلكاي الحمول ديك نشين سي 62 نشين سكنداي يا اخي اما كيفاش هذا وين السلك نسنور انت الدار السما وضرون افجن الخلق هذا العده انا جن اللي استعي القريف قنن هلا نق والاثار يا نشين نشين يا جن نشين تحفظ في الناس يبريدنا الا السما الشعب يتراك اني اسا ولا نقفلنيهن متى نتحواش نتحواش الاثار ذي محمي وحنا رانا ثاني نزيدو نحميوه مع هذا القضية أن الحل يبريد لازم ديلي احنا يا رانا مش ضد هذا الأثار، الأثر هذا من حيز كانت الدنيا وحنا اللي حمينا حماوه جدودنا ومن بعد باباهنا ومن بعد حنا رانا درك رانا نحميو فيه، فلكن لازم يتبعوا البلو تاعهم القديم راهم خرجونا البلو جديد من 2007 ورواح راهم سكروا علينا هذا البيبان، رانا نطلبوا من السلطات يجيو يسخروا علينا هذا السياج. الاشكاليه هي كما قلت انت كاين الناس راهم ساكنين من حول الموقع هذا. احنا تنقلنا في بعثنا السيد الوالي هنا ورئيس الدائرات تنقلنا اطرحنا اولا حلينا المشكل من الجهه الغربيه حلينا المشكل حاولنا كيف هذا الناس نخليه لهم شويه طريق صغير باش يقدروا يتنفسوا يخرجوا الحيوانات تاعهم يروحوا للشاطئ تاع الماء كلش. الجهه الجنوبيه فتحنا المشكل مع الفلاحه، الجهه الشماليه فتحنا المشكل مع الدي تي بي مع تاع اشغال الطرقات خلاص. مازالت الجهه الشرقيه كاينه سكنات. اذا احنا صاحب المشروع الديوان الوطني دار له تراسي تاعو او طرحه، لكن رايحين نتنقلوا انا والمدير العام تاع الديوان وجاي من العاصمه ونحاولوا كيفاه نلقاو حلول لهذه المنطقه. فقال اني سلان جاون لهنا.